بعدما ظهرت بوادر حرب موانئ بين روسيا وأوكرانيا بعد انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب واعتبار السفن المارة بالبحر الأسود والمتجهة للموانئ الأوكرانية والروسية أهدافاً عسكرية محتملة لكل من موسكو وكييف، طرأ تطور آخر على ساحة الحرب في أوكرانيا تمثل في اعتزام روسيا رفع سن التجنيد إلى 30 عاما، حيث يقول مراقبون إن هذه الخطوة ستزيد عدد القوات المسلحة من 1,150,000 جندي حالياً إلى 1,500,000. فيما أقال الرئيس الأوكراني سفير بلاده في لندن بعدما انتقده الأخير لسخريته من وزير الدفاع البريطاني وفق ما أعلنته تقارير صحفية، إلا أن التطور الأبرز يجيء هذه المرة من الجبهة الشمالية الغربية وتحديداً في المنطقة الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا، بعدما اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بولندا بالسعي إلى السيطرة على أجزاء من أوكرانيا. فما الذي يحدث هناك؟ وما علاقته بوقائع الحرب العالمية الثانية؟ منذ أن انتهت معركة كييف في إبريل من العام الماضي، هدأت الحدود الشمالية والغربية لأوكرانيا مع بيلاروسيا، وتحولت إلى أكثر المناطق استقراراً قياساً بمناطق الشرق والجنوب الأوكراني. إلا أن ذلك الهدوء انقطع خلال الأسابيع الماضية حينما بدأت بيلاروسيا في استقبال عناصر مجموعة فاغنر بعد محاولة التمرد الأخيرة. بحسب تقارير إعلامية، فإن عناصر فاغنر بدأوا في تدريب وحدات من الجيش البيلاروسي في بريست التي تبعد عدة كيلومترات عن الحدود البولندية. هنا تأهبت بولندا وأعلنت اعتزامها نقل جزء من قواتها باتجاه الشرق مع الحدود مع بيلاروسيا التي تتحالف مع روسيا ضد الغرب. وتعد بولندا العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ممر المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا ومركز تدريب للعديد من القوات الأوكرانية، وتصل حدودها مع بيلاروسيا إلى 418 كيلومتراً. على طول هذه الحدود اندلعت مواجهات بين مئات اللاجئين الوافدين من بيلاروسيا إلى الداخل البولندي، لا سيما قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاعتداء على بيلاروسيا واعتبره عدوانا على روسيا، وأن موسكو سترد بكل الوسائل التي في حوزتها. وأضاف بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي أن بولندا حصلت على أراضي كبيرة في الغرب بفضل ستالين، لكن إذا نسيت وارسو ذلك فإن روسيا تذكرها. فهل تندلع جبهة قتال جديدة في الشمال والغرب الأوكراني، أم إن ذلك قد يفوق قدرات المتحاربين؟ لا يعنينا إطلاقاً التذكير بالحرب العالمية الثانية، ما يعنينا هو ألا تكون هناك حرب عالمية ثالثة. دعوني أرحب بضيوفي الكرام الذين يشرفون هذه الفقرة، سيادة العقيد الركن عبد الجبار العبو الخبير العسكري الذي يشرفنا من الموصل العراقية، ومن موسكو الدكتور فينسنت ليغوريو الباحث بمركز أناليتيكا للاستخبارات، ومن كييف يشرفنا بيترو بوركوفسكي المدير التنفيذي لمؤسسة المبادرات الديمقراطية. لكنني أبدأ من الموصل حيث سيادة العقيد عبد الجبار العبو. سيدي الكريم، حرب الموانئ والسعي للسيطرة على البحر الأسود، في تصورك إلى من تميل كفتها سيادة العقيد الركن؟ أولاً شكراً أستاذ محمد، تحية لك ولمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية وللأخوة الضيوف. مما لا شك فيه أن الكفة تميل إلى روسيا، وذلك بسبب وجود أسطول كاملة وهو أسطول البحر الأسود مقابل عدد من السفن البسيطة متواجدة في البحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا. والضربات الأخيرة الصاروخية وخصوصا الصواريخ المركزة التي طالت هذه المناطق وتحديدا
أوديسا بعد عملية تفجير جسر القرن أثرت بشكل كبير على هذا الميناء وعلى المرافقات الحيوية في هذا الميناء وخصوصا المرافق الخاصة بالبحرية. لذلك فإن البحرية الروسية وأسطولها المتمثل بأسطول البحر الأسود له الكفة العليا. واليوم كان هناك خبر لعملية تمرير قامت به البحرية الروسية باستهداف سفينة قديمة وهي أيضا أوكرانية كانت قد سيطرت عليها القوات الروسية منذ عام 2014 ترنوبول، تم استهدافها بصاروخ موجه أيضا سريع وأسرع من سرعة الصوت حوالي 3 أضعاف، وتم تدمير هذه السفينة في المناطق الشمالية الغربية من البحر الأسود. أي أنها كأنها عملية محاكاة لأي تواجد لأي سفينة أوكرانية في هذه المنطقة التي سوف تكون منطقة مشتعلة وملتهبة خلال الأيام القريبة. إذن حينما تقول الدفاع الروسية سيادة العقيد إنه أي سفينة حتى لو كانت ناقلة حبوب وترفع أي علم حتى ولو كان علما لدولة غير متورطة في هذا الصراع بشكل أو بآخر، حينما تقول سنستهدف ذلك فورا وسنعتبره لنقل السلاح ولنقل الذخائر، هذا التهديد مخيف سيادة العقيد؟ بكل تأكيد بكل تأكيد، طالما أن شبه جزيرة القرن وإمداداتها أصبحت مهددة بعد القصف الأوكراني لجسر القرن، فإن أيضا مياه البحر الأسود سوف تكون محرمة على أي سفينة سواء كانت مدنية أو غير مدنية وحتى أي علم ترفعه. سوف تكون هذه المنطقة منطقة حركات عسكرية كما أعلن عنها يوم أمس من قبل وزارة الدفاع الروسية، وهذا ما سنتوقعه خلال الساعات والأيام المقبلة. لن تتحرك أي سفينة في مناطق شمال غرب البحر الأسود. أنتقل سيدي الكريم الآن إلى موسكو حيث الدكتور فينسنت ليغوريو. دكتور ليغوريو، أحد الأسئلة التي يعني تطرأ علينا هنا في العالم العربي ونحن نتابع التطورات، ما الذي يدفع روسيا لرفع سن التجنيد لزيادة السن الذي يبقى المجند حتى 30 يخدم القوات المسلحة في بلاده؟ يبدو لنا وكأنه هذا يعني شكل من أشكال الإحساس بضرورة زيادة التعبئة البشرية، وهذه علامة على وجود ضغط على الجيش الروسي، هل هذا صحيح؟ مساء الخير. في البداية هذا يعتبر فقط مسودة مشروع قانون لم يتم تنفيذه بعد، ولكن لم يتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن بشأن السن للخدمة العسكرية. فبالتالي في القريب العاجل فإن وزير الدفاع الروسي ومقر الدوما ومجلس العموم وروسيا الاتحادية والحكومة سوف تتخذ القرار النهائي بشأن رفع السن القانوني للخدمة في المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة حتى 30 عام، وأعتقد أن هذا من شأنها أن يعزز القدرات الروسية لمواجهة التحديات المستقبلية. فيما يتعلق بالتعبئة لن تتأثر بالطبع، ولكن سوف يتم مزيد من التعبئة في القريب العاجل وخلال وقت قصير، ولكن هذا القرار له تأثير على المدى البعيد. وأعتقد أننا والوزير بيسكوف والرئيس فلاديمير بوتين لازالوا يفكرون في هذا الأمر ماليا، فبالتالي هناك الكثير من المعلومات الصادرة من القوات المسلحة الروسية بشأن حاجاتها إلى دعوة المزيد من التعبئة لمواجهة التحديات المستقبلية أمام الأجيال الجديدة. لكن السؤالان هنا يا دكتور، أولا هل هذه إشارة سلبية إن هناك ضغوط بشرية على داخل الجيش الروسي تجعله بحاجة إلى المزيد من العنصر البشري أو على الأقل المزيد من سنوات الخدمة لكل فرد فيه؟
هذا أولا. ثانيا، كيف يستقبل الرأي العام الروسي مشروع قرار من هذا النوع وخصوصا الشباب يا دكتور؟ في البداية بالطبع هناك كثير من الضغوطات، لأنها هذا الأمر يلقي بكثير من التحديات على الأنظمة والإمدادات الإدارية داخل القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، ولكن كما ذكرت هذا أمر لن يتم تفعيله في الغد، ولكنه سوف يفعل حسب الحاجة على المستوى البعيد، فبالتالي لا يمكن تطبيق هذا القرار على في الوقت الراهن أو فورا، لابد أن يكون هناك تصويت لهذا القرار، وقد حدد الرئيس مسودة هذا القرار وهذا القانون أمام مجلسي الشعب والشورى الروسي. فيما يتعلق بالتأثير العام والرأي العام، بالطبع الشباب يرون أن هذا نوعا من التحدي، ولكن الرأي العام لا يتفهم تماما نوع التغيرات التي ستحدث بناء على هذا القرار، وهذا من شأنه أن يطرح الكثير من التغييرات في سن القانون للخدمة العسكرية، وبالتالي سوف يؤثر على طبيعة الحياة في المستقبل. ربما تكون هناك بعض التأثيرات السلبية على الشباب من وجهة نظر العوام في روسيا، حيث أن سوف يكون هناك كثير من الشواغل والمخاوف لدى بعض الشباب بشأن الحد الأقصى للخدمة العسكرية وفيما يتعلق بالسن القانوني، ولكن حتى الآن لا نرى أي اعتراضات جوهرية من الرأي العام في هذا الشأن، ولكن يمكن أن أقول بالشكل الرسمي أنا ومن خلال بعض القنوات الرسمية أو حتى من قنوات التليجرام أو منصات التواصل الاجتماعي لا يوجد أي اعتراضات حتى الآن. أنتقل الآن إلى كييف، حيث السيد بيترو بوركوفسكي المدير التنفيذي لمؤسسة المبادرات الديمقراطية. سيد الكريم، هل يعني إعفاء السفير الأوكراني لدى بريطانيا نتيجة ما قرأناه من أنه يعني رفض أو أبدى استياءه من سخرية الرئيس زيلنسكي من وزير الدفاع البريطاني، يمثل إشارة إلى انشقاقات ولو صغيرة في الإدارة الأوكرانية؟ شكرا جزيلا على توجيه هذا السؤال. أعتقد من وجهة نظري أن هذا الموقف له جانبين. الجانب الأول، السفير بريستايكو الذي تم إعفاؤه من منصبه مؤخرا، تم تعيينه في 2019، فبالتالي قضى فترة كبيرة في مكتبه، وأعتقد أنه حان الوقت لتغييره بشكل تلقائي، ولكن هذا يعني أيضا أنه يمكن تعيينه سفيرا أيضا في كييف، ويمكن أن يتعلق بأعمال الإرهاب التي ترتكبها روسيا ضد الموانئ في أوديسا، لأن هذا التصرف كأمر غير مسبوق، وهذا يذكرنا بنفس الممارسات من قبل داعش التي فعلتها في 2014 عندما احتلت مدينة كوباني، عندما قامت بالتدمير عن عمد بعض المؤسسات. ولكن ما نراه أن روسيا تحاول استثارة المجاعات في إفريقيا، ولكن من المستحيل أن السفير بريسكايكو سوف يعين كمبعوث خاص لأوكرانيا للإدارة هذه الأزمة بسبب التصرفات الروسية. والوجهة النظر الثانية، لماذا تم إعفاء السفير من منصبه؟ أن الإعلام البريطاني كتب بعض التقارير أن في الخريف سوف يكون هناك تغيير كبير في مناصب المسؤولين في حكومة ريشي سوناك بما في ذلك وزير الدفاع، فبالتالي من المحتمل أن إزالة السفير الأوكراني يأتي ويتزامن مع التغيرات المحتملة في حكومة ريشي سوناك، والحكومة سوف يكون لديها كثير من التغيرات، فبالتالي يمكن إرسال سفير أوكراني جديد للوزير الدفاع الأوكراني الجديد. لكن دكتور بوركوفسكي، ليست هذه هي الحكاية التي وصلتنا عبر وكالات الأنباء الغربية،
الحكاية هي أنه وزير الدفاع البريطاني طالب الإدارة الأوكرانية علنا بأن تعبر عن امتنانها أكثر، وأن الرئيس زيلينسكي سخر من هذا الطلب وقال هل يريد منا هذا الرجل أن نصحو كل صباح لكي نشكره ليكون هذا هو أول أعمالنا قبل أن نشرب قهوتنا. هذه الحكاية كما نشرتها المواقع الغربية الرئيسية سيد الكريم. نعم هذا صحيح، هذا صحيح تماما، كان هناك سوء تفاهم من كلا الجانبين، ولكن بعد أن وزير الدفاع البريطاني صحح من مقولته وذكر أن هذا البيان لم يتعلق بمشاركة بأوكرانيا في قمة فيلنيوس، ولكنه ذكر هذا التصريح فيما يتعلق ب 2020 عندما لم تكن الأمور واضحة، وبيان الرئيس الأوكراني تم تصحيحه من خلال السفير وأيضا من خلال وزير الدفاع الأوكراني. فوزير الدفاع الأوكراني يعتبر شخصية بارزة وبالتالي يعتد بكلماته، وهذا يعتبر هناك اهتمام كبير لحل المسائل الدبلوماسية وتعزيز الاستقرار فيما يتعلق بالعلاقات الأوكرانية البريطانية وبين وزيري الدفاع لكلا البلدين. سأعود إليك سيد الكريم، لكنني أذهب الآن إلى الموصل حيث سيادة العقيد عبد الجبار العبو. سيد الكريم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال علنا نهار اليوم أنه الهجوم الأوكراني المضاد لم يحقق أي من أهدافه، وتعهد بألا يحقق هذا الهجوم أي من أهدافه. ما تقييمك لهذا الكلام؟ حقيقة الهجوم الأوكراني، وهذا ما أكدنا عليه وخصوصا من خلال قناتكم الموقرة، أن الهجوم الأوكراني لم يحقق نجاحا كبيرا، ولم يتمكن حتى من الوصول إلى الخطوط الدفاعية الروسية، وإنما القتال يدور في المنطقة الرمادية ما بين الخطوط الدفاعية الروسية وخط الاشتباك ما بين قوات الطرفين. أما بالنسبة لتصريح الرئيس الروسي، من المؤكد أنه بعد عملية الإعداد الطويلة ومنذ قرابة 6 أشهر القوات الروسية هيئت خطوط دفاعية متماسكة أمامها حقول ألغام وأمامها خنادق وأمامها أيضا معرقلات للمدرعات، إضافة إلى تهيئتها أسطول من الطائرات المروحية لاصطياد أي دبابة أو مدرعة تقترب من الخطوط الدفاعية. وهذا ما لاحظناه من خلال الفيديوهات الكثيرة التي انتشرت، وهذا يبدو واضحا لكل متتبع للحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى الطيران المسير الروسي وخاصة طائرة لانسيت الطائرة الانتحارية، هذه الطائرة الصغيرة الحجم والدقيقة وذات الإصابة العالية جداً، تتمكن من اصطياد المدرعات والدبابات الأوكرانية بكل بساطة. وهذا أيضا ما لاحظناه، وهذا هو السبب الذي جعل القوات الأوكرانية تتلكأ في هجومها في اتجاه الجبهات الجنوبية. أعود إلى السؤال الذي طرحته أنت قبل قليل بالنسبة لوزير الدفاع البريطاني والغضب منه. قال نقطة مهمة جدا لم ينتبه لها أحد، قال أن الأرض الأوكرانية أصبحت حقل للتجارب وكأنها مختبر أو معمل لتجارب الأسلحة الغربية. أي معنى ذلك؟ أنه كأنما يقول تحويل الأوكران إلى بئران تجارب، مع جل احترامي لهم، ولكن هذا هو مغزى الكلام الذي قد يكون هو الذي كان سبب انتقاد السفير وقالة السفير في لندن بعد هذه الانتقادات التي وجهت لوزير الدفاع البريطاني، الذي انتقد أيضا وقال أن القوات البريطانية تتباطأ ولم تحقق أهدافها المرسومة لها وكما هو مخطط. أي معنى ذلك؟ بطريقة غير مباشرة يعترف بفشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي كنا ننتظره منذ أكثر من 6 أشهر. رغم أن البنتاغون سيادة العقيد تباهى اليوم بأن القوات الأوكرانية استخدمت القنابل الذخائر العنقودية بفعالية بين قوسين بحسب التعبير
الرسمي للبنتاغون بفعالية ضد القوات الروسية. نعم، السلاح العنقودي أو القنابل العنقودية هو سلاح ذو حدين، وهذا ما حصل خلال الساعات الماضية عندما حاولت القوات الروسية أن تقترب من مدينة أفدييفكا من اتجاهين، ومدينة أفدييفكا تعتبر ضمن الضواحي الشمالية لمدينة دونيتسك عاصمة مقاطعة دونيتسك. كان هناك منطقة أو ثغرة ما بين بحيرتين صغيرتين حاولت أن تتقدم من خلالها القوات الروسية، تم قصف القوات الروسية بواسطة هذه القنابل. القنبلة العنقودية عبارة عن قنبلة كبيرة تحتوي على قنابل صغيرة تنتشر، ولكن بعد أن تم إيقاف القوات الروسية من المؤكد هناك دبابات كاسحات ألغام أو عمليات عبورها بواسطة متفجرات طوربيدات تفجر الألغام، ولكن هل ستتمكن القوات الأوكرانية من اقتراب من هذه المنطقة التي أصبحت ملوثة بالقنابل العنقودية؟ إذن تأثيرها على القوات الروسية تماثل لتأثير على القوات الأوكرانية. ناهيك عن المدنيين بعد انتهاء العمليات سيادة العقيد. عفوا، كنت أقول لك سيد الكريم، ناهيك عن المدنيين بعد انتهاء العمليات ستكون مصيبتهم مصيبة. بكل تأكيد هذه هي النتائج اللاحقة للحروب العسكرية، ونحن أيضا نحن عشنا هذه المرحلة في مدينة الموصل القديمة وفي المناطق الأخرى، وانتشار القنابل العنقودية والمتفجرات الغير منفرقة وتأثيرها على المدنيين تأثير كبير جدا، وهذه هي إحدى مساوئ ما بعد الحرب. لكن هذه الذخائر العنقودية لن تؤثر تأثيرا كبيرا في ميل الكفة لصالح الجانب الأوكراني. بكل تأكيد، أولا الأسلحة التي حصلت، لو نأخذ سلسلة الأسلحة التي تم التزويد بها القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب، بدأتها بصواريخ جافلون عندما استهدفت الأرتال الروسية التي تقدمت نحو العاصمة كييف، بعد ذلك قاذفات صواريخ هايمارس، وكان أهم ما حققته صواريخ الهايمارس هي تدمير الجسور على نهر الدنيبر الذي أجبر القوات الروسية إلى الانسحاب إلى جنوب نهر الدنيبر. وأيضا في الفترة الأخيرة لاحظنا الصواريخ أو عفوا الزوارق الشبحية المسيرة التي تم استهداف، آخر استهداف هو جسر القرن بواسطة هذه الصواريخ، وهي أيضا من ضمن سلسلة الأسلحة، بالرغم من أنه هذه الصواريخ تم تصنيعها في أوكرانيا ولكن نسخة عن أو نسخة طبق العصر عن الزوارق الأمريكية. وأيضا صواريخ الستورم شادو ونظيرتها الفرنسية، إضافة إلى دبابات اليوبارد، وما لاحظناه ما الذي حصل في الدبابات اليوبارد حتى غيرت القوات الأوكرانية تكتيكاتها بحيث أصبحت تهاجم برجال المشاة سيرا على الأقدام دون أن تقدم إسناد بواسطة الدبابات المدرعات، وهذا ما كان ندوة نقاش ضمن المؤسسة العسكرية الأمريكية لمناقشة الأسلوب الجديد بعدم استخدام المدرعات نظرا لتدمير أغلب المدرعات التي كانت تتقدم نحو الخطوط الدفاعية الروسية. لم يبقى الآن سوى السلاح، الحلقة الأخيرة هو العنقودي، ولكن بعد نفاذ العنقودي سوف يكون هناك الحلقة الأخيرة ألا وهي F-16. هل ستغير F-16 هذه الحرب؟ أنا أعتقد أنها سوف تكون هذه حلقة F-16 كسابقتها العنقودية وكبقية الأسلحة الأخرى دون أن تغير تغييرا استراتيجيا مجرى الحرب الروسية الأوكرانية. أعود الآن سيدي الكريم إلى دكتور فينسنت ليغوريو في موسكو. دكتور ليغوريو، سؤالان وأرجو أن تكون الإجابة سريعة ما أمكن. السؤال الأول، تعهدت موسكو بالرد المتكافئ إذا ما استخدمت الذخائر العنقودية الأمريكية في الجبهة الأوكرانية، ما هو هذا الرد في تصورك؟ رد عنقودي أيضا يا دكتور؟ والسؤال الثاني، دعنا ننتهي من هذا أولا، تفضل. حسنا، أعتقد أنه سوف يكون هناك رد مكافئ في حالة استخدام وفي حالة ضرب الجسر القرم. تم ضرب بعض الأهداف في ميناء أوديسا وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك، وبالتالي أفترض أن يكون هناك رد متكافئ من جانب روسيا.
ويمكن استخدام كل ما هو ممكن من جانب روسيا. تتوقع أن يكون الرد أيضا بذات النوع من الذخائر المحظورة دوليا؟ حسنا، الأمر يعتمد بشكل كبير على الظروف الراهنة. أنا أقدر جدا أنه الإجابة حرجة وأن الموضوع حساس. ننتقل إلى السؤال الثاني يا دكتور. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بمنتهى الثقة أنه واثق في أن الحس الإنساني سينتصر لدى الرئيس بوتين قريبا جدا، وأنه سيعود إلى اتفاق الحبوب مجددا لصالح الفقراء والجياع في العالم. تتصور أنه هذا سيحدث قريبا كما توقع الرئيس التركي؟ حسنا، أعتقد أنه سوف يحدث شيئا مشابه بالطبع، ذلك لأن حدث بالفعل هذا الأمر. كان هناك نوع من التفاوض والعلاقات الدبلوماسية المتبادلة بين تركيا وروسيا في هذا السياق، فبالتالي الأمر يعتمد بشكل كبير على الظروف الراهنة وما يطرحه الرئيس أردوغان على طاولة المفاوضات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتبادل للمصالح أو ردود الفعل الملائمة لتلك المواقف. وهذا أيضا أمرا يمكن أن نتوقعه كما حدث في الماضي، وأيضا مع تمديد اتفاق وصفقة الحبوب أمرا في غاية الأهمية وأمرا يرغبه الرئيس بوتين. ولكن كان هناك كثير من التعطيل بسبب ضرب جسر القرم وكثير من التعقيدات، ليس بسبب روسيا الاتحادية، ليس فقط على المستوى العسكري ولكن أيضا على المستوى الدبلوماسي. ولكن كل شيء يعتمد على ما تقدمه أنقرة على طاولة المفاوضات والعلاقات الدبلوماسية وما هو مطروح أمام موسكو للتفاعل في هذا الشأن. أذهب الآن مجددا إلى كييف حيث بيترو بوركوفسكي. سيد بوركوفسكي، هناك في الحقيقة إشارات كثيرة للغاية للتأثر الأوكراني الفادح بتوقف اتفاق الحبوب نتيجة غضب الروس من ضرب جسر القرم. حين يتخذ قرار من هذا النوع في تصورك، قرار ضرب هذا الجسر، ألا يضع المفكر الاستراتيجي الأوكراني في ذهنه ردود الفعل الروسية المتوقعة؟ في البداية أود أن أقول أنه في شهر أكتوبر من العام الماضي جسر القرم كان مدمرا لأول مرة، وفي ذلك الوقت روسيا لم تفعل أي شيء ولم توقف اتفاق الحبوب. لابد أن نتذكر هذا الأمر. اليوم يستخدمون روسيا هذا الأمر كأداة وحجة لاستمرار سياساتهم الإرهابية كما فعل داعش في 2014 من خلال ضرب مستودعات الغذاء. فبالتالي الأمر لا يتعلق مباشرة بجسر القرم، هو فقط أداة وحجة لصنع سبب مصطنع لوقف اتفاق الحبوب والاستثارة زيادة الأسعار للغذاء حول العالم. والسبب الرئيسي هو الطمع، الطمع من جانب روسيا. روسيا لديها الحبوب ومخزونها من المنتجات الزراعية وترغب في بيعها حول العالم بأعلى الأسعار، وترغب في تحقيق مصالحها فقط وتستهدف بعض الأسواق حول العالم ببيع منتجاتها. الأمر لا يتصل بأي شكل من الأشكال بضرب جسر القرم أو الموقف الراهن في ميدان المعركة أو في القرم. سؤال أخير سيدي الكريم، وأرجو أن تكون الإجابة سريعة ما أمكنك. هل بالفعل التصور الذي طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه بولندا قد تقوم
بعمل بين قوسين أحمق تجاه بيلاروسيا، سعيا لتخفيف الضغط على الجبهة الشرقية الأوكرانية. ما قولك في هذا السيناريو سريعا؟ هل هو واقعي؟ لا، هذا مستحيل. هذا مستحيل بالطبع، لأن بولندا جزء من حلف الناتو، وحلف الناتو تحالف دفاعي ويرغب في تجنب أي حرب بأي شكل من الأشكال. فبالتالي بولندا لن تهاجم بيلاروسيا، هي فقط تحاول أن تظهر أنها ليس لديها أي أهداف أو نوايا ضد أوكرانيا أو أي طرف آخر، فبالتالي من المستحيل أن تهاجم بيلاروسيا. سيد الكريم، أشكرك شكرا جزيلا. بيترو بوركوفسكي، المدير التنفيذي لمؤسسة المبادرات الديمقراطية، شرفنا من كييف. شكرا جزيلا لدكتور فينسنت ليغوريو، الباحث بمركز أناليتيكا للاستخبارات، الذي شرفنا من موسكو. ووافر الامتنان لسيادة العقيد الركن عبد الجبار العبو، الخبير العسكري، الذي شرفنا من الموصل العراقية.